أجمل الطيور عندما تحلق في الفضاء تحليقاً، وكم نستمتع حين تغرد تغريداً عذباً. ما أروعها وهي ترعى فراخها رعاية الأم لصغارها. إنها مبدعة وهي تبني أعشاشها لبناء المحكمة. بتتبعنا للنص السابق نلاحظ أنه تضمن مجموعة من العبارات، أولها: تحلق الطيور. تتألف هذه الجملة من الفعل والفاعل، وبمقارنتها مع الجملة الآتية تحلق الطيور تحليقا، نلاحظ دخول الاسم تحليقا على الجملة الأخيرة. وبتتبعنا لجذر الاسم الدخيل تحليقا، نجد أنه من لفظ الفعل وهو مصدر له تحلق تحليقا. وبالعودة إلى المصدر تحليقا، نجده مصدرا منصوبا من لفظ الفعل وهو ما يسمى المفعول المطلق. نستنتج أن المفعول المطلق هو مصدر منصوب من لفظ الفعل. والآن بالنظر إلى هذه الجملة: حاول الفرخ الطيران محاولة، نلاحظ أن الاسم محاولة مصدر منصوب من لفظ الفعل، فهو مفعول مطلق ذكر في الجملة بشكل صريح، لم يلحق به شيء، لذلك جاءت الفائدة من ذكره توكيدا لمعنى الفعل حاول. نستنتج فوائد أخرى لذكر المفعول المطلق في الجملة. غردت الطيور تغريدا عذبا. نجد أن الاسم تغريدا هو مصدر منصوب من لفظ الفعل، وبالتالي هو المفعول المطلق، وقد جاء في هذه العبارة موصوفا بكلمة عذبا. فهذا الوصف للمفعول المطلق قد ساهم في تحديد نوع الفعل، فالتغريد هنا هو تغريد عذب. ومنه نخلص إلى نتيجة مفادها أن المفعول المطلق يكون مبينا للنوع إذا كان موصوفا. لننتقل الآن إلى مثال آخر: ترعى الطيور فراخها رعاية الأم لصغارها. فعند إضافة كلمة الأم للمفعول المطلق رعاية، توضح نوع هذه الرعاية فهي رعاية الأم، فالمفعول المطلق يكون مبينا لنوع الفعل أيضا إذا جاء مضافا. والجملة الآتية تحمل في كلماتها نوعا آخر من أنواع المفعول المطلق، لنتابع. ينقر الطائر الخشب النقر كله. نلاحظ أن المفعول المطلق هو النقر، وبمجيئه معرفا بأل نجده حدد كذلك نوع الفعل ينقر النقر. مما سبق نستنتج أن المفعول المطلق يأتي مبينا للنوع إذا كان موصوفا أو مضافا أو معرفا بأل. دعونا نختبر ذاتنا بما مر معنا من معلومات في سؤال تدريبي نناقش من خلاله أنواع المفعول المطلق وفوائد ذكره في الجملة. دع العبرات تنهمر انهمارا، ونار الوجد تستعر استعارا. من خلال الشطر الأول والشطر الثاني نجد أن المفعول المطلق جاء انهمارا وكذلك استعارا، وكلاهما جاء مؤكدا للفعل، ولكن إذا أردنا تحويلهما إلى مفعول مطلق مبين للنوع فنحن هنا أمام حالات ثلاث سنطبقها على المثال الأول انهمارا. فإذا ما جاء المصدر موصوفا انهمارا غزيرا كان مبينا للنوع، وإذا جاء المصدر مضافا انهمار المطر كان كذلك مبينا للنوع، وإذا جاء أخيرا معرفا بأل
الانهمار كله كان مبينا للنوع. وكل ما سبق يمكننا تطبيقه على المثال الثاني، تستعير استعارة. إذن استعرضنا من خلال الأمثلة السابقة أنواع المفعول المطلق وفوائد ذكره، ولكن هل يمكن الاستغناء عن المفعول المطلق في الجملة؟ وماذا يمكن أن ينوب عنه إذا ما حذف؟ تهتم الطيور بفراخها اهتماما كثيرا. المفعول المطلق في هذه الجملة هو اهتماما، وهو مفعول مطلق موصوف بكلمة كثيرا. فماذا لو حذفنا المفعول المطلق؟ هل من كلمة تنوب عنه؟ بالعودة إلى الجملة نحذف المصدر اهتماما، فتصبح الجملة تهتم الطيور بفراخها كثيرا، ويبقى المعنى مستقيما، وتصبح كلمة كثيرا التي كانت صفة المفعول المطلق اهتماما نائبا عنه. عندها نقول إن صفة المفعول المطلق قد تنوب عنه. بمتابعتنا الجملة الآتية تهتم الطيور بفراخها اهتماما، نجد أن كلمة اهتماما جاءت مصدرا للفعل تهتم، وبالتالي هي المفعول المطلق. أما في الجملة الآتية تهتم الطيور بفراخها ذلك الاهتمام، نلاحظ أن اسم الإشارة ذلك قد ناب عن المفعول المطلق عندما جاء بعده مصدر منصوب من لفظ الفعل ذاته، فيكون بذلك اسم الإشارة مما ينوب عن المفعول المطلق. وقد ينوب عن المفعول المطلق كذلك لفظ كل وبعض إذا جاء بعدهما مصدر مجرور من لفظ الفعل، كما في الجملة الآتية تهتم الطيور بفراخها كل الاهتمام. لدينا العبارة الآتية: يمشي طائر الطاووس مشيا. يبدو واضحا أن المصدر مشيا هو مصدر منصوب من لفظ الفعل يمشي، فهو مفعول مطلق. ولكن ماذا لو وضعنا مكان المصدر مشيا كلمة الهوينة؟ فستصبح الجملة يمشي طائر الطاووس الهوينة. وبالعودة إلى المعجم نجد أن معنى كلمة الهوينة هو الاتئاد في المشي، أي أن الهوينة هي المشي البطيء. وبناء عليه يمكننا أن نعد كلا من مشيا والهوينة كلمتين مترادفتين، وعليه يكون قد ناب عن المفعول المطلق في هذه الجملة مرادفه. ينوب عن المفعول المطلق كلمتا كل وبعض إذا أضيفتا إلى مصدر من لفظ الفعل. صفته: اسم الإشارة إذا كان المشار إليه مصدرا من جنس الفعل. مرادفه: بعد مشاهدتنا المقطع السابق نقرأ العبارة الآتية: رفقا بالمخلوقات الضعيفة. لو فكرنا في إعراب كلمة رفقا سنلاحظ أن ثمة فعلا حذف من الجملة كان قد سبقها، وهو ارفق، فالتقدير ارفق رفقا. وبناء على ذلك يكون إعراب رفقا مفعولا مطلقا للفعل ارفق المحذوف. بين أيدينا الجمل الآتية: ميز بين المفعول المطلق ونائبه في هذه الجمل. في الجملة الأولى فرحا مرادف المفعول المطلق، لأن التقدير سررت سرورا فهي نائب مفعول مطلق. وفي الجملة الثانية سريعا صفة المفعول المطلق، لأن التقدير تتطور الحياة تطورا سريعا
فهي نائب مفعول مطلق. أما في الجملة الثالثة فكلمة كل نائب مفعول مطلق، لأن كلمتي كل وبعض تنوبان عنه إذا أضيفتا إلى مصدر من لفظ الفعل، فالتقدير هو أحب عملي حبا. أما في الجملة الرابعة فإن كلمة عجبا هي مفعول مطلق حذف فعله، لأن التقدير عجبت عجبا. وفي الجملة الخامسة نجد أن اسم الإشارة هذا أيضا مما ينوب عن المفعول المطلق إذا كان المشار إليه مصدرا من جنس الفعل، لأن التقدير أكرمت الضيف إكراما. وفي الجملة الأخيرة كلمة شرحا هي مفعول مطلق للفعل يشرح. أعزائي الطلاب، تعرفنا المفعول المطلق بفوائد ذكره في الجملة وأنواعه وما ينوب عنه. والآن وصلنا معكم إلى الختام، نودعكم على أمل اللقاء.